السلام عليكم أعزائنا الطلبة. نبدأ في الجزء الثاني من المحاضرة الأولى للماس ترانسفير أوبريشن اللي راح ناخذ ونطرق اكزامبل للجزء الأول للمحاضرة الأولى، وكذلك نتعرف على قانون الفيكس لو. مثل ما أخذنا بالجزء الأول من المحاضرة الأولى أمور تعريفية عن ديفيوجن وبعض المصطلحات العلمية، راح ناخذ اكزامبل تطبيق لهذه المصطلحات. الاكزامبل الموجود قدامنا هو عبارة عن خليط من الغازات يتكون من النيتروجين والهيدروجين والأمونيا والأرغون. كل مادة من هذه المواد المتكون من عند هذا الخليط لها نسب معينة مختلفة. نلاحظ بأنه النيتروجين 5% والهيدروجين 15% والأمونيا 76% والأرغون 4%. هذا الخليط يجري في أنبوب، قطر هذا الأنبوب 25.4 ملليمتر، هذا الانسايد دايميتر، وتحت ضغط كلي هو 4 بار. إذا كان السرعة لهذه المكونات من الخليط اللي يتكون من 4 أنواع من الغازات الموجودة عندنا هنا، مطينا السرعة مالتها 0.03 0.035 0.03 0.02 متر بير سكند. المطلوب من عندنا حساب ماس افريج، مولر افريج، فوليوم افريج فيلوسيتي لهذا الخليط. يعني هنا يريد من عندنا حساب 3 أنواع من السرعة لهذا الخليط: ماس، مولر، فوليوم، افريج، فيلوسيتيز. مطينا ايضا الوزن الجزيئي لهذه المركبات او الغازات اللي هي النيتروجين والهيدروجين، المفروض ينكتب ونعرفه هو الهيدروجين 1 والامونيا والارغون. فراح نبدي اول مطلوب هو حساب الماس افريج فيلوسيتي. الماس افريج فيلوسيتي، احنا نعرف الماس افريج فيلوسيتي مثل ما اخذنا بالجزء الاول من المعادلة يتكون من القانون التالي، القانون هو مثل ما موجود قدامنا بانه هو اليوش يساوينا 1/ρ مضروب في حاصل ضرب مجموع كل المكونات اللي هي الرو 1U1 هنا يقصد به النيتروجين، زائدا الرو 2U2 هنا يقصد به الهيدروجين، الرو 3U3 يقصد بها الأمونيا، زائدا المكون الأخير هو الرو 4U4 اللي هو الأرغون. نلاحظ هنا نحتاج لحساب الماس افريج فيلوسيتي نحتاج الدنسيتي للخليط اللي هو 1/ρ. هذا الدنسيتي هو اللي هو المركب الاول الى الحد الاول لهذا القانون 1/ρ. الرو هنا هو للخليط. نجي في تحت الاقواس، هذه هي الرو في اليو لكل مركب، الدنسيتي للمركب الاول في السرعه مالت المركب الاول، زائدا الدنسيتي للمركب الثاني في السرعه مالت المركب الثاني، وهكذا. اذا نحتاج احتاج هنا 3 متغيرات. عندي الرو للخليط، الرو للمركب مضروب في سرعه كل مركب. هنا بالسؤال ما مطيني فقط الرو اليو السرعه، بالسؤال مطيني فقط السرعه، إذا لازم أوجد density للخليط للمكسشر والدنسيتي لكل مركب. حسب المعطيات مال السؤال أقدر أحصل على الدنسيتي باستخدام القانون العام للغازات، اللي موجود هنا قدامنا. القانون العام للغازات لكل مركب موجود هنا، فاللي هو rho i يساوينا pi في الوزن الجزيئي للمركب على r في t اللي هو ثوابت. هنا راح هذا المركب بصورة عامة لكل مركب. أجي أستخدم نفس القانون، في حالة الخليط، فقط أشيل ال i وخلي بداله شنو t.
أشيل الـ I وأخلي بدالة T، هنا أقصد بـ اللي هو للميكستشر للتوتال. أجي أعوض الدنسيتي بالقانون. من أعوض الدنسيتي بالقانون راح للخليط ولكل مركب راح أحصل على القانون اللي موجود قدامنا اللي هو اليو يساوينا ار تي على بي توتال مولكيولار ويت توتال مضروب في تحت القوس اللي هو لكل مركب لنفرض بي واحد ام واحد ار تي مضروب في اليو واحد زائدا للعنصر الثاني زائدا للعنصر الثالث زائدا للعنصر الرابع. هذا القانون أبدي أرتبه بأنه أطلع الـ R اللي هو الـ constant والـ temperature الموجود في أسفل كل كسر اللي موجود في داخل القانون أطلع خارج القوس وأقدر أختصر ويا من ويا اللي موجود في أعلى القوس راح يبقى لي هذا الحد يبقى لي هذا القانون. هذا القانون اللي موجود هنا قدامنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بانه فقط احتاج شنو؟ احتاج اللي هو حساب الواي. ليش؟ لانه انا بالسؤال مطيني نسبة كل عنصر، نسبة كل عنصر، وهذا من اقصد به نسبة كل عنصر اقصد به الواي لانه غازات، فالواي هو عبارة عن شنو الواي؟ هو عبارة عن بي اي على P total اللي هو الواي. فكل PI أو على P total موجود في داخل القوس اللي أقصد بها P1 على P total P2 على P total راح إلى الأربعة راح يتحول إلى Y1 Y2 Y3 Y4 أوكي. فلاحظ المعادلة الموجودة هنا هاي المعادلة بأنه أني شو وفرت؟ وفرت الواي اللي هي ناخذ كمثال للعنصر الاول الواي اللي هي نسبة العنصر اللي موجود عندنا بالسؤال وفرت الوزن الجزيئي اللي هو وزن جزيئي لهذا العنصر اللي هي ايضا مطينية بالسؤال ووفرت الواي اليو اللي هو ايضا مطينية بالسؤال. هذا من دا احكي عن المركب الاول ينطبق عليه المركب الثاني والثالث والرابع. اذا وفرت كل شيء في داخل القوس بقالي شنو؟ بقالي فقط الوزن الجزيئي الكلي. بقالي فقط الوزن الجزيئي الكلي. الوزن الجزيئي الكلي من أنا أريد أحسبه لازم أحسبه. فمعناتها أنا شو راح أسوي؟ أستخدم هذا القانون. هذا القانون لإيجاد الوزن الجزيئي الكلي اللي أقصد به شنو الوزن الجزيئي الكلي؟ من أحكي الوزن الجزيئي الكلي أو الدنسيتي الكلي أو هاي معناتها أنا أقصد به هنا مال الخليط. هذا ذاك الوقت شلون احسبه؟ معناتها انا عندي اربع مركبات كل وزن جزيئي للمركب الواحد اضربه في ايش؟ اضربه في المول فراكشن لذلك المركب. فهنا متوفر عندي المول فراكشن لذلك المركب متوفر الوزن الجزيئي لكل مركب راح اجد الوزن الجزيئي الكلي اللي هو للخليط. من وجدت الوزن الجزيئي الكلي للخليط معناتها اني وجد اقدر اطبقها بالقانون واوجد الماس افريج فيلوسيتي. فهنا نلاحظ بانه طبقنا الارقام كلها طبقناها بالقانون فوجدنا الماس افريج فيلوسيتي. وجدت الماس افريج فيلوسيتي وطلع 0.029 متر بير سكت. هذا بالنسبة للماس افريج فيلوسيتي. المطلوب الثاني بالسؤال هو ايجاد المولر افريج فيلوسيتي. ايجاد المولر افريج فيلوسيتي. المولر افريج فيلوسيتي هو عبارة عن شنو؟ مثل موجود عندنا هذا القانون هو عبارة عن اليو يساوينا واحد على توتال كونستريشن مضروب بين قوسين حاصل جمع جميع المركبات اللي متكون من عند الخليط اللي هو حيكون C في اليو لكل مركب. مولر اقصد بي اللي هو رمز السي اللي هو مثل ما نعرف الكونستريشن. الماس هو اللي هو
يعبر عنه بدلالة الدينسيتي اللي هو الرو. هنا الواي المطينية بالسؤال لأنه غاز أو فيبر، بأنه الواي المطينية بالسؤال هو عبارة عن شنو؟ اكس اي يساوي الاكس اي، هو عبارة عن الجزء على الكل مثل ما قلنا دائما، هو مول فراكشن معناتها الكونستريشن المطينية لكل مركب على الكونستريشن للخليط، وبالتالي أنا أقدر أطلع السي لكل مركب، السي لكل مركب أطلع خارج القوس و أو العفو التوتال كونستريشن للخليط أدخله في داخل القوس ويتحول إلى سي واحد على سي توتال، سي اثنين على سي توتال، سي ثلاثة على سي توتال، سي أربعة على سي توتال، وبالتالي يتحول إلى واي اللي هو نفس الإكس بالنسبة للفيبر أو الغاز اللي هو مطينيان اللي هي نسبة كل عنصر. وبالتالي أقدر أطبق رأسا الأرقام أو المعطيات الموجودة بالسؤال لإيجاد المولر أفريج فيلوسيتي. المطلوب الثالث فوليوم أفريج فيلوسيتي. من يطلب عندي فوليوم أفريج فيلوسيتي للغازز هو نفس المولر أفريج فيلوسيتي. فور غازز الفوليوم أفريج فيلوسيتي هو نفس المولر أفريج فيلوسيتي، وبالتالي ما أحتاج حساب الفوليوم أفريج فيلوسيتي لأنه أني حاسب المولر أفريج فيلوسيتي أعلى بالنقطة رقم 2 فهو متساوي. هذا هو الإكزامبل الموجود هنا. هنا عندكم طلاب هومورك show that المكستشر فيلوسيتي يمكن أن نعبر عنها شي ساوينة xi velocity of a زائدا xb velocity of b. هذا أريد أعرف هذا القانون شلون صار، وبالتالي هاي هنا عندكم هومورك لازم توجدوا ليها. طلاب بهذا الجزء من المحاضرة راح نتعرف على قانون يدعى بالفيكس لو. قانون الفيكس لو يعتبر من أهم القوانين أو الأهم القانون الأساسي لمعرفة ميكانيكية عمليات الانتشار اللي تحدث لجميع أنواع الأطوال للمادة المنتشرة سواء كانت غاز أو سائل أو صلب. شنو هذا قانون الفيكس لو؟ قانون الفيكس لو هو عبارة عن الجي أي اللي هو الفلكس، الجي اي هو الفلكس اللي هو معدل انتشار الماده يا ماده الماده اي، فلهذا خلينا لها جي اي. وين دا ينتشر؟ بالماده بي. هذا الفلكس يتناسب تناسب طردي، ويا من يتناسب تناسب طردي، هذا هو حد التناسب، يتناسب تناسب طردي ويا من؟ ويا التركيز للمادة اي، هي لانه المادة اي هي اللي تنتشر، فيتناسب تناسب طردي مع التركيز، ويتناسب ايضا شنو؟ تناسب عكسي مع المنوى مع المسافة اللي هو دي زد، مع المسافة اللي هو دي زد. فمن نريد اشيل حد التناسب يتحول الى شنو؟ الى يساوي. ومن اشيل التناسب لازم اضع يدعى بالكوفيشنت بالثابت، فهنا اللي كوفيشنت مالتي اللي هو دي اي بي راح نخلي له سالب دي اي بي اللي هو يدعى هسه قلنا بالديفيوجن كوفيشنت او الديفيوزيفيتي. شنو هذا السالب دي اي بي؟ أول مرة ليش هنا خلينا سالب؟ خلينا سالب هنا طلاب لأنه أنا من دا عندي مصدر الانتشار، أنا واقف بمكان وصار عندي عملية انتشار لمادة معينة، نفرض بأنه أنا فتحت فد عطر معين من مكان أنا واقف به، راح يبدي هذا العطر ينتشر، بس معناتها اني من ينتشر شخص هنا شح يصير؟ اللي التركيز اللي اني موجود بي يبدي يقل، لانه المول الاثر ده يبدي يقل تركيزه لانه ده ينتشر ده يروح لغير مكان، وبالتالي التركيز ده يقل، وبالتالي خلوا له سالب على مود هنا معناتها يشير الى انه التركيز بده يقل، الانحدار بالتركيز. زين هاي عرفنا شنو معنى السالب. شنو ليش قلنا هو الدي هو الثابت؟ ليش خلينا دي اي بي؟ هنا اقصد الاي بي معناته انتشار المادة اي
وين؟ بالمادة بي. إذن الرمز الأي هو أقصد به هي المادة اللي تنتشر بالرمز الثاني اللي هي المادة بي. بيش مضروب في دي سي اي اوفر دي زد، اقصد بها هنا اختلاف او انحدار في تركيز المادة اي اللي هي تنتشر عن طريق او بدلالة المسافة اللي هي الدي زد. هذا الجي اي اللي اخذناه هسه، الجي اي اللي موجود هنا قدامكم، هذا يدعى مثل ما قلنا بالفلكس. احنا بجزء المحاضرة السابقة بانه الفلكس اخذناه رمزه شنو؟ ان اي، اخذناه رمزه ان اي الفلكس اللي هو قلنا ان اي. وعندك كان ثلاث انواع من الفلكس، عندنا ماس فلكس وعندنا دنسيتي فلكس. هنا دنحس ماس فلكس العفو وكونسنتريشن فلكس او مولر فلكس. هنا دا نحكي بالفكس لو دا نحكي على المولر فلكس، لانه دا نحكي على تراكيز، دا نحكي على تراكيز. فاذا الجي اي هو عباره عن مولر فلكس، وهذا يدعى بالفكس لو. بس احنا اخذنا ثلاث انواع ايضا ثانيه من الفلكس بالجزء السابق من المحاضره اللي هي ان اي، ثلاث انواع. واحده من عندهن هذا النوع اللي هو المولر فلكس اللي هو سي اي مضروب في يو اي ناقصا يو. هذا اللي هو موجود قدامنا ايضا. فنقدر نساوي هذا القانون مع قانون الفيكس لو. فظهر عندنا بانه الجي اي يساوي لنا ماينس دي اي بي مضروب في دي سي اي اوفر دي زد يساوي لنا سي اي مضروب في اليو اي ناقصا اليو. فاخذنا هذا القانونين و ندخل السي اي على اللي هو يو اي ناقصا اليو، فصار عندنا القانون سي اي يو اي ناقصا سي اي مضروب في اليو. احنا نعرف السي اي هو اللي هو تركيز الماده اي المنتشره. اليو اي، ركزوا على اليو اي، هو عباره عن سرعه الماده المنتشره اللي هي الماده اي. اما اليو فقط هي شنو؟ سرعه الخليط. اليو فقط هي سرعه الخليط، والخليط هو من متكون؟ متكون من الماده اي والماده بي. هاي اوكي، هاي خلصنا منها. عندنا السي اي مضروب في اليو اي، هذا ايضا احنا اخذنا نوع من انواع الفلكس اللي هو الان اي. هذا اللي هو، فراح نرمز عن السي اي مضروب في اليو اي، هذا عباره عن شنو؟ عباره عن الان اي. اما نجي على الحد الثاني سي اي في اليو، اليو هذا عباره عن من هو هذا اليو؟ هذا مولر شنو؟ مولر فيلوسيتي. المولر فيلوسيتي مثل ما اخذناه بالشي يسموها، اخذناه بالمثال السابق، المولر فيلوسيتي من اريد احسبه عباره عن شنو؟ واحد على سي مضروب في حافل ضرب مجموع مكونات الخليط اللي هو سي اي يو اي زائدا سي بي يو بي. فارجع اكمله، انا اقول تحت القوس ايضا السي اي يو اي هو من هو؟ هو الان اي، والسي بي في اليو بي هو من هو؟ الان بي. فارمز عن اليو اي سي اي بالان بي الان اي، والسي بي يو بي في الان بي. وبالتالي راح احصل على اخر قانون اللي هو من هو؟ اللي هو الفلكس الان اي اللي راح ينكتب هسه قدامكم، اللي هو هذا القانون هو عباره الفلكس بدلاله التركيز، بدلاله شنو؟ التركيز. فاللحظه متكون من حدين، هذا القانون الفلكس لحظة متكون من كم حد؟ متكون من حدين. الحد الأول هذا يدعى بالبلك فلو، الحد الثاني يدعى بالمولكولر ديفيوجن. واحد بلك فلو، واحد مولكولر ديفيوجن. البلك فلو اللحظة يتكون بدلالة التركيز، والمولكولر ديفيوجن أيضا بدلالة التركيز، ويحتوي على الثابت اللي هو ماينس دي اي بي. هذا بالنسبة للفلكس بدلالة من هو؟ التركيز. عن طريق هذا القانون أقدر أحسب الفلكس المولر فلكس المادة أي
لاحظ موجود بالطرف الأيسر من المعادلة وأيضا موجود بالطرف الأيمن من المعادلة ضمن حد للبالك فلو، هذا الفلكس مال المادة أي. أيضا موجود في طرف في حد البالك فلو موجود الفلكس مال المادة بي اللي هي المادة الثانية اللي ينتشر بها المادة أي. أما حد المولكولار ديفيوجن يحتوي على ثابت الماينس دي أي بي اللي هو ثابت الانتشار، ويحتوي على هذا الحد اللي هو راح يحدد لنا هواية أمور اللي هو دي سي أي أوفر دي زد اللي أقصد بيها معدل انحدار أو اختلاف التركيز بدلالة المسافة. هذا القانون هو مو قانون نهائي لمعرفة الميكانيكيات. بسبب ليش مو قانون نهائي؟ لأنه يحتوي على حد بعدما كامل اللي هو المولكولار ديفيوجن. شنو الحد المكامل اللي هو هذا؟ لأنه بدلالة هو ديفرنشيال، لأن المشتقة لازم أول شيء كاملة ذاك الوقت عادين القانون بصورة عامة راح يكمل عندي. بس هو هذا القانون هو قانون الفلكس بدلالة التركيز، لأن نلاحظ بأن الحدود اللي متكونة من البالك فلو والمكلور فلو هي بدلالة التركيز. أما في حالة إذا أردنا بأنه الفلكس نحصله بدلالة أو بصيغة ثانية، راح نبدي راح نشوفها نغيرها من التركيز إلى الضغوط. نغيرها من التركيز إلى الضغوط حيث أننا نقدر نحول التركيز بدلالة الضغوط عن طريق القانون العام للغازات اللي هو هذا بصورة عامة. هذا هو القانون العام للغازات بصورة عامة. فأقدر أنا شو أحتاج؟ أحتاج بأنه التوتال كونسنتريشن موجود بالقانون السابق، أحتاج الكونسنتريشن للمادة A، وأحتاج مشتقة الكونسنتريشن للمادة A. فإذا الكونسنتريشن اللي موجود بالقانون السابق بدلالة الكونسنتريشن أحوله بدلالة الضغوط. فالكونسنتريشن حيكون القانون العام حيكون بهذا الصيغة. فهذا بالكونسنتريشن مال التوتال المكستشر أجي نفسه يتحول بدلالة منو المادة A. هذا بالنسبة للمادة A، وأحتاج المشتقة مال المادة A أشتقة من المادة A الكونستريشن فيكون القانون بهالصيغة. فأجي كل كونستريشن للمكسجر للمادة A ومشتقة المادة A أعوض عنها بما يساويها مثل حصلته بالقانون العام للغازات، راح أحصل على القانون هذا. هذا هو الفلكس، هذا هو الفلكس بدلالة الضغوط. إذا أعطاني بالسؤال ضغوط بس أقدر أستخدمه هذا القانون، بس إذا أعطاني كونستريشن أستخدم القانون السابق. هذا الصيغة الثانية للفلكس. أما هسه أقدر أخذ صيغة ثالثة بدلالة المول فراكشن اللي هو أقصد بها الواي. المول فراكشن أقصد بها الواي لأن أنا دا أحكي على غازات، فمعناته أقدر أحول كل ضغوط موجود بالقانون الثاني اللي أنا حصلته هسه. هذا القانون كل ضغط موجود هنا، هذا عندي ضغط وعندي هنا مشتقة أيضا للضغط للمادة A، لازم هذا أشيل الضغوط أحوله بدلالة الواي. من أبدي أحولها بدلالة الواي. شلون أحول الضغوط بدلالة الواي؟ هو عن طريق المول فراكشن اللي هو واي يساوي المادة A بي اي البارشل بريشر للمادة A على التوتال بريشر. أحتاج البي اي، البي اي اذا معناتها واي اي في التوتال بريشر، احتاج ابقي التوتال بريشر موجود، واحتاج ايضا المشتقه للبي اي هذا مثل ما موجود، احتاج معناتها البي اي اشتقها، فيصير عندي دي بي اي يساوي التوتال بريشر في الدي واي. عوضه بالقانون واحوله وراح اوجد القانون اللي موجود عندكم بالاحمر، ال ان ايش يساوي لنا NA زائدا NB مضروب في المول فراكشن للمادة A ناقصا التوتال كونستريشن مضروب في الثابت اللي هو DAP مضروب في اختلاف أو اللي هو المول فراكشن المادة A على DZ اللي هي المسافة اللي راح ينتشر بيها المادة. لاحظنا هنا بأنه حصلنا على ثلاث أنواع للفلكس، ثلاث صيغ العفو، هي مو أنواع هي صيغ. مرة الان اي حصلناه بدلالة التركيز، مرة حصلناه بدلالة المول فراكشن، مرة حصلناه بدلالة الضغوط. فأي شيء معطيات معطينيها بسؤال ذاك الوقت أقدر أستخدم أي صيغة من صيغ الفلكس.
هذا هو قانون الانتشار لفلكس للمادة A. قانون الانتشار للمادة A. نفس الأسلوب أقدر أستخدمه قانون الانتشار للمادة B، فقط أغير الرموز، يعني رمز بدل ما أقول A شقول B، بدل الـ A إذا سواء كان concentration أو سواء كان الـ Y أو سواء كان الـ P، بدل الـ A أشيل أخلي B بدل B. هاي واحدة. الثابت الـ DAP، الثابت الـ DAP هذا أقصد به هو شنو الـ DAP؟ أقصد به بأنه شنو اللي هو مثل ما قلنا عبارة عن هذا الـ DAP، عبارة عن شنو هذا؟ هذا ثابت انتشار المادة A وين؟ بالمادة B. هذا شو كتين كتب DAP؟ هذا في حالة بأنه المادة A هي اللي تنتشر بالمادة B. بس لو كان عندي آني انتشار المادة B بالA، فمعناتها من أريد أكتب الD، من أريد أكتب الD DPA، معناتها انتشار المادة B وين؟ بالA. هذا ينكتب DPA في حالة إذا أنا أريد أوجد من هو NB، من أريد أوجد NB يساوينا function of أي صيغة من صيغة الثلاثة اللي عرفناها للمادة A. هاي رقم واحد. من يطلب من عندنا total flux، من يطلب من عندي total flux، total flux أقصد بيها معناتها معدل انتشار الكلي لجميع المواد. فالتوتال فلكس هذا اللي هو بما انه انا عندي مادتين معناته حاصل جمع الفلكس للمادتين، عندي ثلاثة معناته حاصل جمع لثلاث مواد. اذا التوتال فلكس بما انه دا اشتغل وتعلمنا على مادتين A و B، اذا التوتال فلكس هو NA زائدا شنو NB. هذا هو التوتال فلكس. هذا جزء طلاب من المحاضرة تعلمنا على اللي هو أهم شيء هو قانون الفيكس لو، اللي يعتبر مثل ما قلنا من أساس القوانين اللي راح يعرفنا على كيفية ميكانيكيات الانتشار لجميع أنواع المركبات، سواء كانت تحت جميع أنواع الأطوار غاز ليكويد سوليد. وبالتالي ننهي محاضرتنا، إن شاء الله نكون قد استفدنا من المعلومات الموجودة بداخلها، وشكرا جزيلا للجميع.